تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تم اليوم بدء العمليات التشغيليه في مبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعه مطار البحرين الدولي. ياتي مشروع توسعه المطار في اطار المشاريع التنمويه الكبرى التي تعمل الحكومه على تنفيذها، كما يعد احد الدعائم الاقتصاديه الرئيسه الراميه الى التاكيد على المكانه الرياديه والتاريخيه التي تحتلها مملكه البحرين في قطاع الطيران. سيعزز ما تم تحقيقه في المشروع من مكانه البحرين كمركز اقليمي يربط العديد من الوجهات حول العالم، كما سيسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين باعتبار المطار صرحا هاما داعما للقطاع اللوجستي كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما يعد مشروع توسعة المطار من المشاريع الوطنية التنموية ومن أهمها في قطاع النقل الجوي منذ أكثر من 20 عاما.